طيب الفيديو الخامس من تحدي اليوتيوبرز المصريين، كل يوم فيديو لمدة 7 أيام. اتكلمنا عن ازاي تقوي العصب بتاعك، وازاي تبطل سجاير، وتعمل ايه في الملل وانت قاعد في البيت، وايه هي الحاجات اللي تتفرج عليها او الافلام اللي تتفرج عليها عشان تغير حياتك. اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا، ادخل شوفهم في البلاي ليست اللي هتلاقيها هنا دي كده، فهتنفعك جدا الفيديوهات اللي احنا نزلناها قبل كده. النهارده هنتكلم عن حاجة ما بنحبهاش كلنا، اول ما بنسمع سيرتها بس كده او اسمها بنقفل الفيديو على طول، مش بعيد اصلا اول ما تسمع اسمها ولا بقولها دلوقتي هتقفل الفيديو. النهارده هنتكلم عن المذاكرة، بس قبل ما تقفل الفيديو بس وتعمل ديسلايك تابعني للآخر هتستفاد والله. فيلا بينا نتكلم عن المذاكرة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عمر تشوفني انا كريم عفا بقدم محتوى فيستر ومحتفظش سبيكر، ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا في موضوع الحلقه على طول، المذاكره وثانويه عامه. انا عارف ان انا مقصر معاهم جدا ومش بقول اي حاجه عن الثانويه عامه، فسامحوني جدا، بس انا هحاول الم لكم الحاجات اللي المفروض بتحصل دلوقتي او الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي في الفيديو ده كده، فيديو بسيط كده وخفيف وتستفاد منه في الاخر. واول حاجه حابب اقولها لطلاب ثانويه عامه ان اللي احنا فيه دلوقتي، وان مفيش سناتر بتفتح ومفيش دروس دلوقتي انت بتنزل لها، ومفيش طبعا امتحانات كل اسبوع، والضغط اللي انت كان عليك ده تقريبا ده ممكن يكون اكبر صفقه ليك نفسيا انك تتعامل معها دلوقتي. هتقول لي طب ازاي وانا اصلا مش فاهم حاجه، ودلوقتي الدروس كلها بقت اونلاين او لايف على الفيسبوك، المدرسين بيعملوا لايف والكلام ده وانا مش فاهم اي حاجه. فمعلش بس فكر فيها دلوقتي، انت كنت بتنزل كل يوم وكنت لازم تذاكر ولازم تمتحن، وما اعرفش بقى الدرس ده او السنتر اللي انت هتروحه ده فين، وهتركب له كام مواصله والكلام ده. فده كان هيبقى ارهاق جسدي قبل ما يبقى نفسي. جسدي اللي انت بتنزل كل يوم وانت المفروض مطالب انك تذاكر وتنام كويس عشان تبقى المعلومات في مخك كويسه، او انت فاكر المعلومات اللي انت ذكرتها. فدي تقريبا ممكن تكون اكبر صفقه حصلت لك انك تقعد في البيت وتهتم بنفسك شويه، تهتم بقى بصحتك، تهتم بنومك، تهتم بمذاكرتك. ما تقوليش ما فيش وقت، انت حرفيا دلوقتي الوقت كله بتاعك. انت لو انت نمت نص اليوم وذاكرت النص الثاني فصباح العظمه يا معلم. اكيد طبعا ما حدش هينام نص اليوم ويذاكر نص اليوم، يعني اكيد انا بهزر، بس انا بتكلم انت هيبقى عندك القدر الكافي انك تنام وتريح دماغك خالص بقى، تصفي دماغك من كل الدوشه اللي كانت بتحصل حواليك دي. فانا شايف ان حوار السناتر اللي قفلت ومفيش دروس والمدرسين كلهم بيعملوا لايفات على الفيسبوك او بيعملوا دراسه او المنهج اونلاين وانت ما بتنزلش والكلام ده، انا شايف ان دي صفقه او حاجه لصالحك انت لازم تستغلها. طيب انا دلوقتي قاعد دلوقتي في البيت ومش فاهم اي حاجه ومش عارف اذاكر وحاسس ان انا تايه كده خالص، ومفيش المدرس اللي اكلمه او ما كانش فيه الضبط بتاع السناتر ان لازم امتحن كل اسبوع، فانا لازم اذاكر غصب عني هحلها له. طبعا انت ما بتعملش طبعا دلوقتي اي حاجه في البيت انك تاكل وتنام وملان وزهقان وتتفرج على افلام والحاجات دي كلها وقشطه ومعاك وبيس وكل حاجه، بس انت ليه ما فكرتش انك تستغل الوقت ده في انك حتى تراجع على الحاجات اللي فاتت؟ تقريبا انت دلوقتي اتلغى لكم، يعني اتلغى حاجات كتيره جدا من المنهج اذا كان بقى ثانويه عامه او اولى او تانية، فانت عندك دلوقتي فرصه او هدنه انك تقعد تراجع على كل حاجه انت ما ذاكرتهاش. وتقريبا او اكيد طبعا الوقت ده هيفرق فيه بقى جدا من واحد ذكي لواحد غبي. يعني ايه ذكي وغبي؟ انا مش بتكلم على الدراسه او ان انت بتفهم او تفهمش، لا، ممكن يكون واحد بيذاكر من اول السنه ويجي دلوقتي يتدلع او ما يراجعش اللي هو ذاكره بالسلامه شكرا، وفي واحد تاني يبقى ما ذاكرش اي حاجه من السنه خالص وما عرفش اي حاجه في المواد، بس الفتره اللي هو قاعد فيها في البيت دي والامتحانات قربت والكلام ده، فهو يذاكر الحاجات اللي ما ذاكرهاش ويراجع عليها دلوقتي، فتلاقيه جاب درجه عاليه جدا ودخل الكليه اللي عايزاه. فالفكره اللي بقولك عليه الدماغ، انك بس تشغل دماغك دلوقتي خلاص، ما فاضلش كتير، انت دلوقتي قاعد في البيت ما بتعملش اي حاجه ومستريح وما بتنزلش دروس ولا بتعمل اي مجهود ولا اي حاجه، فانت ممكن حرفيا تصهم اللي انت ذاكرته قبل كده اللي انت المفروض اصلا بالنسبه لك مراجعه، او لو انت هتذاكر من اول وجديد فانت تصم برضو اللي انت بتذاكره. انت ما عندكش اي حاجه دلوقتي بتنزل ولا بتعمل اي حاجه، انت حرفيا قاعد في البيت ما بتعملش اي حاجه خالص. طب هقول لك على حاجه، خد كده ملازم جدا اللي انت خدتها من السناتر وانت كنت بتروح ايام بقى ما كان في سناتر بقى ونزول والكلام ده، خد كده ملازم وراح من اول وجديد قرايه بس، وبعد كده اليوم اللي بعديها حاول انت تشوف انت بتذاكر ازاي او ايه الطريقه المناسبه انك تذاكر بيها، وهتلاقي طبعا فيديوهات كتيره جدا عملت ازاي تذاكر والمذاكره الفعاله والكلام ده، هتلاقي كله هنا في الاي اللي هنا، ادخل اتفرج عليهم وهينفعك جدا الفيديوهات دي. امسك كل ماده كده لوحدها، انت كده كده قاعد فاضي، فامسك كل ماده كده لوحدها، اعمل بلاي ليست كده ليك كده، هتذاكر ايه النهارده، طب بكره هتذاكر ايه، لا بعد، والله انا عايز استريح عشان مش قادر النهارده خلاص الوحده الاولى من الجغرافيا مش عارف ايه. هتلاقي نفسك انت بتلم جامد قوي وفي نفس الوقت انت مستريح نفسيا وبتنام وبتتفرج على التلفزيون وبتلعب جيمز وبتتعلم حاجه جديده، انت بتعمل كل حاجه حرفيا. ولو انت ما عندكش طاقه انك تعمل كل ده او مش عندك طاقه انك تذاكر، ممكن تتفرج على الفيلمين اللي هسيبهم لك هنا دول كده، هيفرقوا معاك جدا
جدا وهيبقى عندك طاقه جامده جدا انك تذاكر اي حاجه قدامك. وهتقول لي انت ازاي بتتكلم عن المذاكره وازاي بتقول في نفس الوقت بتقول لي اتفرج على الافلام؟ لا، في الحاله هنا دي كده تختلف. الافلام اللي انا بقول لك عليها دي مش افلام هتتسلى منها وخلاص، لا، انت الافلام دي هتتسلى منها وتستفاد حاجه جديده وهتغير حياتك حرفيا. فانت دلوقتي مستني ايه؟ خلص الفيديو بتاع دلوقتي، وطبعا اعمل سبسكرايب وشير ولايك، واعمل كل الحاجات اللي احنا المفروض متفقين عليها دي، واعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي لو اي تحدي عملته ولا اي حاجه يعني. وبعد ما تخلص الفيديو ده وتعمل شويه الحاجات اللي قلت لك عليهم ده كده اللي انت لايك والكلام ده يعني، روح ذاكر او نام واصحى بكره ابدا من على نظافه جدا، اعمل كل حاجه انت عايزها. فتقريبا دي فرصتكم الوحيده انك تعمل حاجه فعلا كويسه في الثانويه العامه، انك فعلا تذاكر كل المواد وتجيب الدرجه اللي انت عايزها. انت دلوقتي في هدنه، حاول تقنع نفسك انك دلوقتي في هدنه، انت قاعد في البيت ما بتعملش اي حاجه، بتاكل وبتشرب وبتذاكر، بتاكل وبتشرب وبتذاكر، حط معاها المذاكره بس. فانت قاعد دلوقتي ما بتعملش اي حاجه خالص، خد الموضوع اكنه تسليه بدل ما انت كده قاعد ملان. لا، انت ذاكر شويه يعني، الحوار هو بس زي يعني قصه التاريخ مثلا، جرى قصه جغرافيا قصه وكام ده. انا طبعا كنت في ثانويه عامه فانا عارف انا بقول ايه يعني، مش ادواتي عشان في واحد مثلا تحت في الكومنت هيقول لي انت مش معانا وانت مش حاسس بينا. لا، انا حاسس بيك عشان كنت في ثانويه عامه. فاعمل ايه؟ بقول لك عليه دي كده، وخد كده الحاجه كده كلها كده ببساطه وبحلاوه كده، خش ذاكر يعني. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، وانا عارف ان انا مقصر جدا من طلاب ثانويه عامه وما بعمل لهمش اي حاجه، بس الفيديو ده ان شاء الله هيفيدكم جدا. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.